قاعدة جوية جديدة بمطار الرباط سلا تفتتح اليوم في اتجاه كل من برشلونة، بروكسل، باريس، بازل، ميلوس وإسطنبول، والهدف المساهمة الفعالة في التنمية السياحية والاقتصادية لجهة الرباط سلا القنيطرة. عرف واحد التطور كبير في قطاع السياحة. نذكر بأن الربط الجوي عنده واحد الأهمية كبيرة في خريطة الطريق ديال السياحة 2023-2026، وداك الشيء علاش حنا كنركزوا عليه، وإن شاء الله غادي نضاعفوا هاد الجهود مع الشركات، سواء شركات وطنية أو شركات دولية، باش يمكن لنا نوصلوا الأهداف ديالنا في 2026 اللي هي 17.5 مليون سائح. 14 رحلة أسبوعية في اتجاه شارل دوغول باريس، بروكسل زافنتام، بازل ميلوس وبرشلونة، وكذلك إسطنبول. لأول مرة يتم ربط مطار الرباط بمدينة إسطنبول وبازل ميلوس، فهذه القاعدة غادي تمنحنا أيضا إضافة في خط أكادير الرباط اللي غيمر لسبعة رحلات أسبوعية بدل من أربعة سابقا. هذه القاعدة الجوية الجديدة ستوفر 14 رحلة أسبوعية انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه خمس وجهات أوروبية، مما سيساهم في إغناء وتنويع العروض الجوية المقدمة للمسافرين. مطار الرباط سلا أصبح مرتبطا بحوالي 21 وجهة دولية، بالإضافة إلى وجهتين داخليتين هما أكادير والرشيدية. هذا الخط الجوي رائع. في السابق كانت الطائرة تحط بمطار الدار البيضاء، والآن أصبحت تحط بمطار الرباط سلا، وهو ما قرب المسافات بالنسبة لنا. فرحنا بزاف لحقاش حنا كنسكنوا في قنيطرة، وفي كازا دائما كنجيو لكازا، دائما عندنا مشكل ديال اللي غيجي يجيبنا وهذا. دابا حنا جينا الرباط لقينا طوموبيل هنا. فتح هذه القاعدة الجوية الجديدة بمطار الرباط سلا من شأنه تأمين رحلات منخفضة التكلفة تتناسب مع طلبات المسافرين، وتعزيز ربط المغرب بوجهات جديدة محلية ودولية.